عيرت الوقت ام نجيب، عيرت بذكرتك الثواني اللي مرقوا بالحوار بينك وبين يلي اسمها ستي. ليش عم تقولي هيك؟ ليش عم بقول هيك؟ لانه لو ما اخرتك بقهوتها السخيفه تبعها وباوامرها السخيفه يمكن كنت قدرت لحقت امي. انتبهت لهالنقطه ما هيك ام نجيب؟ اكيد ما انتبهتي، مع انه انت اللي مخبرتيني القصه. وبتعرفي ليه ما انتبهتي؟ لانك منك انانيه مثل سلمى. الانانيه بتقتل ام نجيب. انانيتها قتلت امي. وبعدك تساليني ليه بقول عنها هيك؟ بعدك تساليني ليه بعملها هيك؟ ليه بكرهها هيك؟ لا لا يا عيوني، لا، هيدي ستك، ما بدي اسمع كلمة كرهها على شفافك. هيديك امي اهم. امك ماتت لانه وقتها تموت. امي ماتت لانه ستي اخرتك تلحقيها وتصرخي صرختك لحقوني. يا بنتي، لا ثواني ولا دقايق ولا ساعات كانوا خلصوا امك من قدرها. ما بعرف ام نجيب، بس ستي كرهت امي، موتت امي. ليش عم تبكي هلا؟ لانك مجبوله بالكره. مجبوله بكرامه امي، بذكرى امي، مجبوله بيلي طلبته منك امي قبل ما تموت. مش انت مخبرتيني شو لحقت تقلك بثواني؟ ست منى وينك؟ الاستاذ عم يسال عنك. منى صوتي، شو بك؟ منى، منى حبيبي، حياتي امي، امي شو بك؟ شو بك منى؟ منى محمود، محمود ماشي، نسيت اليك قلبي واللي فيها. صرخت صرخة الموت وما لحقوا الماما. يعني العلبة واللي فيها إلي أنا، ملكي أنا، حقي أنا. وأنا ما خفيت عني وصية أمك، بس كمان يا بنتي ما بدي بيوت تخترب. أنا بحبك، أنت ربيتيني مثل ما ربيت الماما قبلي، صار لازم انا وياك نرد لها كرامتها. كرامتها مثل الثلج الابيض، كرامة منى مع منى، واللي باقي معنا منها عطرة وذكراها الحلوة. امك كتبت اللي حست فيه وخبته عن كل العيون الا عن عيونك، ووصت لعيوني. يعني الماما بدها ياني اتصرف، اتحرك. ما تمنعيني، كوني معي، ساعديني. شو بدك تعملي يعني؟ شو بقيمتك تعملي انت؟ بعدك طفلة. خلي المستند بإيدي، ما تخفيه عني. إن كان بإيدك وإن كان بإيدي، فهو مش مستند فيك تواجه فيه حدا، لأنه بإيد أمي. مكتوب بإيد أمك. فيني يقولوا عنه هيدا مش حقيقة، هيدا تخريف. الماما منها كذابة، الماما أصدق إنسان على وجه الأرض.
لكن ما تخافي، الحقيقة حقيقة، حتى لو واحد بس عنده إياها. وليش زاهي بده يدفع الثمن؟ مش زاهي اللي رح يدفع الثمن، زاهي هو الوسيلة للي رح يدفع الثمن. إذا بيك عرف؟ ليش بيي ما قاله حصة باللي صار؟ ام نجيب، انت قريتي يلي انا قريته، وما بتخيلك تنسي شو قالت الماما عن رياض مهنا. بيك خيرة الناس، وخيرة الناس بيكونوا متعبين، ادمنوا المنيح متعبين بيحيروا. لا بتقدري تقولي لهم شي لانه المنيح، ولا بتقدري تسكتي عنهم لانه السكوت بيخلق المشاكل. الماما راحت واخدت معها حارتها، صار الوقت انا وياكي نريحنا بيلا. اسكتي اسكتي، اشو المهم انت تسكتي. هاي بابي. هاي تيتا. شو بكير مبين؟ شو قال الدكتور للتيتا؟ شو تيتا ان شاء الله خير؟ اي خير بهالعمر؟ ما خلص بني ايدها مستوى. ما تقولي هيك تيتا، الله يطول بعمري. شو ام نجيب، تخانقتوا على رواق؟ انا ولنا ما بنتخانق. شو طمنيني، بقدر ساعدك بشي؟ كتر خيرك. شو نتغدى سوا ام نجيب؟ صالحوا. لهي اردت للي سرقته منها. البنت ناوية عمل عوب، فحطت فيي، سألت عني، يعني الله يستر. ماما بعدنا راجعين من عند الحكيم، وصف لك ادوية وقال لازم ترتاحي. امول تليفونك. امول. لنا؟ لنا؟ ايه بابي. عم فكر اعزم الدكتور فاضل ومرته وابنه على العشاء بكره. سمعتيني يا حبيبتي؟ ايه بابي، بس ليش؟ فنقول الحمد لله على السلامة يا زهد. عندك مانع؟ بالعكس بابي، بس وين هون؟ بالبيت؟ لا، برا.